السيد سركيس تشوبريان المحلل الأول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سركيس. دعنا نعود إلى ملف بنك إنجلترا وقرار تثبيت السياسة النقدية على ما هي عليه، ولكن اللافت فيما تم تداوله وتصريحه قبل قليل أنه بنك إنجلترا لا يستبعد أي تعود أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي لو اقتضت الحاجة أو الضرورة، في وقت تتجه فيه البنوك المركزية حول العالم إلى التلميح ربما إلى تقليص برامج شراء الأصول، إلى ربما رفع أسعار الفائدة ولو ليس بالقريب المنظور. كيف ممكن قراءة بنك إنجلترا كبير، بنك مركزي كبير كهذا، أن يتجه مرة جديدة إلى أسعار فائدة في النطاق السلبي؟ بالفعل كما تفضلتي، هي النقطة الأساسية هي إن تطلب الوضع ذلك. يعني بنك انجلترا المركزي ياخذ بعين الاعتبار اي احتماليه لعوده اقتصاد المملكه المتحده الى ركود. طبعا في المملكه المتحده شهدنا ركود من نوع مزدوج، يعني شفنا الركود خلال الجزء الاول من عام 2020 والرابع والاول من سنه 2021. هذا الركود المزدوج يجعل بنك انجلترا المركزي اكثر حذرا عندما يتخذ خطوات جديده، وهذا ما جعل بنك انجلترا المركزي يظهر بانه مستعد لهذه الخطوه ان اقتضت الحاجه او الضروره لذلك. لكن هنالك موضوع مهم وهي توقعات بنك انجلترا بارتفاع التضخم اولا ثم عوده انخفاضه، وباعتقادي هذا الموضوع تحديدا ارتفاع التضخم قد يكون سبب لان يتوجه بنك انجلترا اكثر نحو سياسات التسجيل النقدي، لا اعتقد على المستوى القريب المنظور، لكن ممكن خلال 2022، لأن ارتفاعات التضخم لو استمرت قد تكون حالة خطيرة جدا. فقرار بنك إنجلترا المركزي هذا اليوم شمل تثبيت الفائدة عند 0.1% وبرنامج شراء أصول عند 895 مليار جنيه إسترليني، لأن لو تحدثنا ممكن نتحدث عن بدء خفض برنامج شراء الأصول، بل وأيضا تحدث بنك إنجلترا المركزي عن إمكانية رفع الفائدة حتى قبل إنهاء سحب برامج شراء الأصول، وهذا كله يعني بأن بنك إنجلترا المركزي بحاجة لمزيد من الوقت من التحفيز الاقتصادي. ولاحظنا أيضا بأن عضو واحد من أعضاء بنك إنجلترا المركزي صوت لتقليص برنامج شراء الأصول. أما بالنسبة لأسعار الفائدة فالكل متفق على أن أسعار الفائدة عن 0.1% من أعضاء بنك إنجلترا المركزي يرونها مناسبة للاستمرار في تحفيز الاقتصاد خصوصا، ورغم إشارة بنك إنجلترا المركزي بأن تأثيرات الموجة الجديدة. طيب، على ما يبدو بنك إنجلترا المركزي حاليا يتخذ إجراءات مسبقة واستعدادات لكلا الحالتين، إن تدهور الاقتصاد أو إن شهدنا ارتفاعات في التضخم وأصبحت الحاجة ملحة لأن نقلص برامج شراء الأصول أو رفع الفائدة. سركيس، دعني أسألك عن موضوع التضخم، أن يرتفع إلى 4% قبل أن يعود إلى 2%، وكأنه هذه نفس اللهجة التي تتحدث بها لاغارد عن مرحلية هذا التضخم، والذي يتحدث عنه باول عن أيضا مرحلية أو أنه التضخم مؤقت. هل هذا التضخم هو التضخم المرتبط بالتكاليف أو الكوست بوش انفليشن، وهو الذي يتحدث عنه بنك إنجلترا باختصار لو سمحت؟ نعم بالتأكيد، أنه أحد الأسباب هو اللي هي ارتفاع التكاليف، زي ما عم نشوف الارتفاعات الكبيرة في أسعار المعادن، تكاليف النقل أيضا وتكاليف الإنتاجية، هذا أحد الأسباب المهمة. لكن أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الارتفاع في الاستهلاك بعد جائحة كورونا، وهذا الارتفاع بالاستهلاك يترافق مع خطط تحفيزية كبيرة من بنوك مركزية وحكومات، وكلها أسباب مجتمعة معا حتى تدفع مستويات التضخم للارتفاع. لكن كما تفضلت يبدو أن البنوك المركزية العظمى في العالم متفقة على أنه حالة مؤقتة وسيعود للانخفاض من تلقاء نفسه، وتحديدا باعتقاد سيبدأ التضخم بالانخفاض شيئا فشيئا مع انخفاض أسعار النفط، لكن لا أعتقد بأن التضخم. سركيس تشوبريان المحلل الأول للأسواق المالية العالمية في مجموعة إكويتي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا اليوم.